الدي برينك خلاص. نمره 2، انا قلت لكم في الانتيرو ابدومينال فيل سكين سوبرفيشال فاشيا فاتي لير وممبرينس لير، وبعدين الماسلز والفاشيا ترانسفيرسالز، بعدها الاكسترا بروتونيال فات، بعدها البروتونيوم، بعدها الانتستين. فاول ما يظهر لي اكسترا بروتونيال فات كتير اللي هي منطقه ملا الدهون، اعرف ان انا وصلت للدي برينك. فدول علامتين ان يقولوا لي ان انا وصلت للدي برينك بروبابلي. البلسيشن بتاع الانفيرو بجاستيك اتري اند ابيرنس اوف اكسس اكسترا بروتونيال فات ظهر، فدليل ان انا خلاص قربت ده الدي برينك. دي الفكره كلها. لكن في حاله الدايركت هيرني هنبص لاقي البلسيشن بتاعت الانفيرو بجاستيك اتري لاترال للنيك اوف ذا ساك، للنيك اوف ذا ساك. تمام. الديب الاندايركت دهيت عشان نازله ولفه وداخله في السكروتم وعامله حركات از مور لايبل فور سترانجليشن. يمكن ذا كومنست هيرنيا تو بي سترانجليتد استاتستيكالي، يعني بالاحصائيات مش اناتوميكال، اناتوميكال فيمورال اذا كومنست هيرنيا يحصل لها سترانجليشن، لكن عشان الفيمورال قليله والانجوينال كتيره قوي في النمبر، فلما تيجي تعمل احصائيات تلاقي الايه الانجوينال اكتر عشان النسبة بتاعتها كبيرة. لكن الدايركت هيرنيا نيفر يحصل لها سترانجليشن، ومش عايز اعمل عملية للعيان، يا دوب احط له تراس حزام وخلاص وانتهى، لانه مش هيحصل سترانجليشن، لان وايد نيك، وايد نيك. تمام. ده الانتيرو ابدومينال وول اهو، وادي البريتون جواه هنا اهو، اكسترا بريتونيال فات، وبعده البريتون، وادي الانتستين. ديوتو كونجنتال ويكنس للميزنكايم بتاع هذا البيرسون، او عشان في بريفورمد ساك اصلا. ابص الاقي لما يكح الانتستينيتي جزق البريتون ومدخله البريتون في الفتحه اللي موجوده في الانتيرو ابدومينال وول الضعيفه، وتيجي عامله لي ساك، والانتستين تيجي فريره وراها داخله جواه، والبلاس سبلاي بتاع الانتستين داخل معاها، وكونت لي الهيرنيا. الساك بتاعت الهيرنيا لها نيك، وهذه النيك بتاعت الهيرنيا ات الويك بوينت اللي طلعت منها في الانتيرو ابدومينال وول، يعني النيك بتاعت الاوبليك هيرنيا دهيت عند الديب رينج، النيك اوف ذا ساك، وبعدين ده البودي اوف ذا ساك كله، دي الفندس ودي الكونتنت. الكونتنت ممكن تكون انتستين، ممكن تكون اومنتم، ممكن تكون الاثنين مع بعض، والانتستين ممكن تكون سمول انتستين، ممكن تكون لارج انتستين، ممكن تكون جزء تاني بيسموها سلايدنج هيرني. ابص الاقي في الاوبليك انجوينال دهيت اليوريناري بلادر عامله جزء من الوول لانها نازله، وعامله جزء من الوول بيسموها سلايدنج هيرنيا. فده الهير ده الساك، وده النيك بتاعتها، وده الكونتنت بتاعتها، وداخل بلاس سبلاي. الاسترانجوليشن بتاع الهيرنيا يوجوالي اوكيرز ات ذا ناروست بوينت، والناروست بوينت يوجوالي ات ذا نيك، ات ذا نيك. يعني الاسترانجوليشن في هذه الهيرنيا دهيت عند الديب انجوينال رينج، هي اللي قطع، هي اللي قفلت، لان هي دي اضعف حته، اضيق حته فيها، ادي حاجه. الهيرنيا دهيت النيك بتاعتها واسعه، نيفر ان يحصل لها ايه استرانجوليشن. تمام.
الهيرنيا اللي هي الأوبليك ده هي يوجوالي كونجينيتال انيشر. ليه كونجينيتال انيشر؟ ادي ايه؟ ادي الابدومين اهي، وادي الانجوينال كانال اهي، ده الديب رينج اهو، وادي الانجوينال كانال سوبرفيشال رينج اهو. التستس وهي نازله بتاخد معاها البريتون، وتدخل البريتون معاها يعمل ساك وينزل في السكروتم، وهي لغايه ما توصل للسكروتم شده معاها هذا الساك من البريتون وهي نازله. هذه الساك ده هي بيسموها بروسيسس فاجيناليس. يوجوالي بيحصل لها اوبستراكشن كلها وتقفل كلها ما عدا الحته اللي قدام التستس، بيسموها تيونيكا فاجيناليس. سمتايمز بقى بيحصل ايه؟ ان كلها اتقفل ما عدا الحته ده اهي، تنها مفتوحه، عندها كله مقفول والحته ده هي مفتوحه. هذه الحته ده هي بيسموها بري فورمد ساك، ساك متكونه اهي اصلا، بري فورمد ساك. لو واحد يكح تجي الانتستين داخله وزقها وزقها وداخله وعامله الهيرنيا. فعشان كده الاوبليك انجوينال هيرنيا اتيز اكونجينتال هيرنيا، لان في بري فورمد ساك، لانه مش كل واحد بيجي له هيرنيا. انت بتكح وده بيكح وانا بكح وده كله هو بيجي له هيرنيا، انا انت ما بيجيلكش هيرنيا ليه؟ لانه هو عنده بري فورمد ساك اصلا جاهزه اصلا during the development بتاعت التستس وهي نازله وخدت البروسيس فاجيناس عملتها، حتى المور بروكسيمال بتاع البروسيس فاجيناس ما قفلتش فعملت ساك، فيكح تيجي نازله، تيجي نازله على طول. ها؟ هي مور طيب، لان الليفت الرايت ديت بتنزل ليتر، يعني اللي بينزل ايرلي الليفت تستس، عشان كده تلاقي الليفت تستس اطول السكروتم. تبص تلاقي السكروتم كده، لو بصيت السكروتم هتلاقي الرايت ساك بتاع السكروتم كده اهو، والليفت ساك كده اهو، لان الليفت تستس نزلت بدري فعشان كده نزلت براحتها، انما دي نازله متاخره شويه فبيحصل معاها المشاكل. ده احد الاسباب والله اعلم. دكتور في بال ما يجي لهم جوال هيرنيا؟ ايه؟ في بال ما يجي لهم جوال هيرنيا؟ يجي لهم. يجي لهم من جوانا الهيرنيا. بس ينزل بقى في الليبيا ماجورا ولا في ما انا هقول لك اهو، حاضر. ما الليبيا ماجورا دي بتمثل سكروتم، وهي عندها ديب رينج وعندها سوبرفيشال انجوينال رينج، لكن ما فيش سكروتم بس في ليبيا ماجورا. فالهيرنيا تيجي نازله من الديب وعامله اوبلونج، وابص الاقي في الليبيا ماجورا تضخمت اوبليك انجوينال هيرنيا. هي الانجوينال كانال موجوده في الاثنين، لكن الكونتنت بتختلف. يعني عندي في الميل الانجوينال كانال ات كونتين ذا سبرماتيك كورد النمره واحد، ات كونتين تو نيرفس، الاليو انجوينال نيرف ادي واحد اليو انجوينال، وادي الجينيتال برانش اوف جينيتو فيمورال نيرف عشان يغذي الكريماستريك ماسل. ده الكونتنت بتاعت الانجوينال كانال في الميل. الفيميل مفيش سبرماتيك كورد، في الفيميل فيه الراوند ليجامنت اوف ذا يوترس زائد ده وزائد ده زائد ده وزائد ده، الكونتنت بتاعت هذه الانجوينال كانال. انتوا عارفين الكونتنت بتاع السبرماتيك كورد
واللايرز اللي مغطياه الثلاثه اكسانا سبرماتيك فاشيا انتانا سبرماتيك فاشيا وكريماستيك ماسل اند فاشيا. والكنت عارفينها دي ولا مش عارفينها؟ ها قولوا براحتكم. انا شخصيا مش عارف. عارفينها ولا مش عارفينها؟ ها طيب السبرماتيك كورد ده الكونتين بتاعت الانجوانا الكنال. هذا السبرماتيك كورد متغطي من بره فاشيا بيسموها الاكسترنال سبرماتيك فاشيا. نمره واحد. وبعدين نمره اتنين تحتها على طول بلاقي الكريماستريك ماسل. كريماستريك ماسل اند فاشيا دي ماسل لاير. كريماستريك ماسل والفاشيا بتاعتها ده اللير التانية. اللير التالتة دي السباقية ده اللي هي الديب او الايه الانترنال اسبرماتيك فاشيا. دي الاكسترنال اسبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل اند فاشيا الديب او الايه سوبرفي الايه انتينا سبرماتيك فاشيا. وجواها بقى الكونتنت هبص الاقي جواها الفاز ديفرنس والارتري للفاز التستيكولار ارتري والتستيكولار فين والليمفاتكس اللي طالعه من التستس والابيديدمس وداخله في الابدومن والسمباثيك نيرفس اللي رايحه للتستس عشان تغذيها ودي كلها والجينتال برانش بتاع الجينتو فيمورال والكريماستريك ارتري عشان يروح للكريماستريك ماسل معاه الكريماستريك فين. كل دي كونتنت جوه. واهم واحده كونتنت بالنسبه لكم اللي هي الريمننت بتاعه البروسيسس فاجينالس لما تستس نزلتها معاها بيبقى فيه ريمننت او بروسيسس فاجينالس. ريمننت يعني مقفوله. ريمننت او بروسيسس فاجينالس لو هذه البروسيسس فاجينالس مفتوحه هينزل فيها هيرنيا او لو في بري فورم ساك هتنزل الهيرنيا في ساك جوه هنا اهو. وذلك الساك بتاعت الهيرنيا هنا جوه السيرماتيك كورد لان هو هينزل من هنا في مع بطول البروسيس فاجينا. البروسيس فاجينا الرنة بتاعتها جوه في بري فورم ساك فهتاخد الطريق بتاع البروسيس فاجينا كل غير بتنزل في السكروت. وذلك انت لما بتيجي تعمل هيرنيا بتسلك الاول الاكسترنال سبرماتيك فاشيا تقطعها الكريماستيك ماسل اند فاشيا تقطعها وبعدين الانترنال سبرماتيك فاشيا تقطعها وبعدين تلاقي الكونتنت كده وتفرتهم بصبعك هتلاقي حته بيضه اللي هي الساك بتاعت الهيرنيا دي. تيجي انت ماسكها ومسلكها لغايه الديب رينج وفاتحها ومدخل الانتستن ورابطها واصصها عند الديب انجوينال رينج وشايلها ورماها في الشارع خلاص. دي الهيرنيوتومي. دي الهيرنيوتومي. وذلك السبرماتيك كورد هنا اهوت ماشي كده اهو وداخل في السكروتم عشان التستس اهي والهيرنيا جواه هنا اهو في البري فورم الساك عشان كده بسلكها لير لير لغايه ما اوصل للساك وايه واعملها تمام. في حاجه الايه الانفيرو بجاستيك ارتري ضخم. انت عارف شفت الانفيرو بجاستيك ارتري ضخم جدا. ثانيا لما اجي اسلك للساك هسلكها هوصل للديب رينج ده. الديب رينج ميديا اللي على طول هلاقي ارتري محترم. تيجي سايب العمليات وجاري ومروح خلاص انا وصلت للساق للنيك اوف ذا ساك خلاص سايب ايدك وخلاص. تلاقي ارتري ضخم جدا فيه بجاستيك ارتري محترم
مش ارت صغير اي كلام، لا بتاع الانتيري بجاستريك بيطلع من الاكسترنال ايلياك ارتي واسنس ابورز اميديالي الى ريكتس ابدومينس ماسل، يجي داخل في ريكتس شيس ورا ريكتس ابدومينس ماسل ويسبلاي ريكتس ابدومينس ماسل، وعند الامبلايكاس يا انستموز مع السوبيريو بجاستريك اللي نازل من فوق، لان هما اتنين ارتريز كبار موجودين في ريكتس شيس، بس السوبيريو بجاستريك ارتري من فوق الانفيرو من تحت، فهو بيمثل اللاترال باوندري بتاعت النيك اوف ذا ساك اوف ذا دايركت هيرنيا، لكن الميديال ميديال لي الديب رينج اللي هي فيها الان دايركت هيرنيا انفيرو بجاستريك ارتري. طيب بالمره يعني مش هخسر حاجه، يعني ادي الانجوينال كانال اهي، يعني مش خساره الواحد يعرف، ادي الديب رينج اهي وادي الانجوينال كانال اهي وادي السوبرفيشال رينج اهي وادي الانتنال اوبليك عامله الارشنج فايبرز اهو وعامله الكونجوينت تندون كده اهو. اول ما بتدخل الكونتنت كلها بتدخل من الديب رينج ما عدا حاجه واحده بس، نمره واحد تدخل الكونتنت هنا اهو التستيكولار ارتي والفاز ديفرنس والارتي تو ذا فاز والليمفاتيك اللي طالعه من التستس والسمباثيك اللي داخله التستس والكريماستيك ارتري، اول ما تدخل الكونتنت هنا اهو تيجي الديب رينج دهيت مغطياها باول لاير اللي هي الانترنال اسبرماتيك فاشيا، ده انترنال اسبرماتيك فاشيا دي جايه من الفاشيا ترانسفيرساليس وبعدين يجي ماشي اللور ارشنج فايبر بتاع الانترنال اوبليك وده ماشي كده اهو، تجي مغطيها بالكريماستريك ماسل اند فاشيا، كريماستريك ماسل ده جزء من الانترنال اوبليك اللي هي الفاشيا ده، اول ما تطلع من السوبرفيشال رينج دهيت تيجي السوبرفيشال رينج مغطيهم كلهم بالاكسترنال اسبرماتيك فاشيا، اكسترنال اسبرماتيك فاشيا دي جايه من الابو نيوروزس بتاع الاكسترنال اوبليك، لكن دي جايه من الفاشيا ترانسفيرسال، الكريماستيك جايه من الانترنال اوبليك وهي ماشيه، دي لير الثلاثه اللي مغطيين سبرماتيك كورد. دي اللير الثلاثه اللي. طيب انا هقول لكم حاجه، انت بتقول لي ان الدايركت هيرنيا واحد عنده 80 سنه ولا عنده 70 سنه، راجل كبير في السن، طب انا جالي واحد عنده 20 سنه وبص كشفت عليه لقيت فيه هيرنيا والهيرنيا دي بلج انتيريورلي وهيمسفيريكال وداز نوت ديسند في السكروتم وانا شخصها دايركت هيرنيا وموجود على الرايت سايد، ما ممكن تفسرها بيفاساجي على ايه؟ على الابندكس صح. ليه بقى؟ لان لما اعمل ابنسكتومي بعمل الانسجن بتاع الابندكس قريب من الانتيريور سوبيريو إليك سباين هنا اهو، ده المكبرنس بوينت اهي، بفتح عليها كده عشان اشيل الابندكس، لو الانسجن بتاعي مور لاترال يعني قريب من الانتيريور سوبيريو إليك سباين هنا اهوت يعور نيرف نازل هنا اهو ورايح كده اهو وعامل سبلاي للكونجوينت تندون ويخترق الكونجوينت تندون ويدخل في الانجوينال كانال ويطلع من السوبرفيشال رينج واحد الكونتنت بتاعت الانجوينال كانال، بس ما دخلش من الديب رينج، ده اخترق الكونجوينت تندون ودخل الانجوينال كانال وعمل سبلاي للكونجوينت تندون، هذا هو الاليو انجوينال نيرف، ولذلك لو حصل انسيجن مور لاترال
وعمل انجري للانجوينال نيرف هيحصل باراليسيس لمين؟ للكونجوينت اندو. باراليسيس خلاص بقى ضعيف ومشلول. فتيجي الدايركت هيرنيا طلع لان هو اللي عامل سد. وذلك ممكن الاقيها في واحد صغير بس يكون عمل قبلها ابنسكتوم والانسيجن مور لاترال وقطع الانجوينال نيرف. فعمل باراليسيس الكونجوينت اندو لكن قافل الفتحه بتاعت البتاع دي فيحصل دايركت هيرنيا. لكن الاقيها على الرايت سايد عشان مكان الانسيجن. والانجوينال نيرف ده ما بيدخلش عن طريق الديب رينج. ده بيتم ماشي بره الانجوينال كانال لغايه ما يروح للكونجوينت اندو يخترق الكونجوينت اندو ويديله سبلاي ويجي داخل في الانجوينال كانال. وطالع بيسبلاي السكين بتاعت السكروتوم انتيو تو سيرز اوف سكين اوف سكروتوم السكين اوف ذا ساي ابر بارت سكين اوف ذا ساي والروت اوف ذا بينس السكين كفرنج روت اوف ذا بينس. ده الاريا سبلايد باي ذا اليو انجوينال نيرف تو بيورلي كيوتينيوس. وذلك دورين جام سيكسو لما بيتقطع الاقي في اريا اوف سنسيشن في الانتيو تو سيرز اوف ذا سكروتوم او اريا اوف سنسيشن على لوس اوف سنسيشن على الابر بارت اوف ذا ساي اللي هي الاريا سبلايد باي ذا اليو انجوينال نيرف لانه لو اتقطع. انما ال الكرماسك ماسل دهيت ات سبلايد باي ذا جينيتال برانش اوف جينيتال فيمور نير اللي داخل من الكونتنت بتاعت داخل عشان يغذي الكرماسك ماسل. تمام. طيب انا عندي بقى ادي السيمسيس بيوبس اهي وادي السوبير بيوب كريمس اهو وهتطلع لغايه وادي بقيه البيوبك بون اهي والاسكيم اهو وادي لغايه ما توصل لايه؟ للانتيريور خليها تطلع لفوق شويه كده اهو. وده الانتيريو سوبيريك سباين اهو وادي البيبك تيوبيركل اهو وادي البيبك بون ودي الاسكيم وهتكمل تعمل الهيب بون وادي الانجوينال ليجامنت اهو من الانتيريو سوبيريك سباين للبيبك تيوبيركل اهو ده الانجوينال ليجامنت وده البيبك بون اهي. هذا الانجوينال ليجمنت دهوت بيجي باعد جزء منه للسوبر بيوب كريماس اهي. هذا الليجمنت دهوت بيسموه اللاكيونار ليجمنت. تمام. وبعدين تحت الانجوينال ليجمنت دهيت بيجي نازل الفيمورال شيس. فيمورال شيس اهو. الموست ميديال كومبارتمنت بتاعت الفيمورال شيس ده اهي از امتي فاضيه وهي دي اللي بتعمل لي الفيمورال كانال. يعني شيس نازل اهو والشيس ده هو بيتقسم لثلاثه كومبارتمنت. اللاترال ده فيه فيمورال ارتري الميد ده الفيمورال فين انما دي الفيمورال كانال. هذه الفيمورال كانال هاف ان انش بلو ذا انجوينال ليجمنت. ات از ان امتي فيها لينف نود واحده بس لينف نود اوف كلوكي او لينف نود اوف ذا فيمورال كانال. ده الدرينز ذا تيب اوف ذا بينس اور ذا كليتوريس وفيها الليمفاتكس اللي جايه من الديب انجوينال ليمف نود عشان تدخل تروح الابدومين. هذه الكنال ده هي هاف ان انش ومسدوده اتس كلوز داونورز
وهنا اهوت الفتحه بتاعتها اللي بتوصلها للابدومن دي بيسموها الفيمورال رينج. وهذه الفيمورال رينج يوجوالي متغطيه بشويه فات وفايبرس تيشو بيسموه فيمورال سيبتا. هذه الفيمورال كنال ده اللي بيدخل فيها مين؟ الفيمورال هيرنيا. الفيمورال هيرنيا بتيجي which is more common in female عشان الفيميل هاز وايد بلفس، فعشان كده يبقى فيه وايد فيمورال رينج. يجي البريتون الانتستن زقاه ونازله وعامله لي الفيمورال هيرنيا. النيك اوف ذا ساك عند الفيمورال رينج. تمام كده؟ الباوندرز بتاعت الفيمورال رينج مين؟ اللاكنر ليجمنت ميديالي، الفيمورال فين لاترالي، قدامها الانجوينال ليجمنت، وراها البوبيك بون. هذه الفيمورال هيرنيا از مور كومن في مين اند از ذا كومنست هيرنيا تو بي سترانجليتد. الفيمورال هيرنيا ده هيت لها خصائص رزله جدا والحمد لله انها في الفيميل. ليه؟ لانها اول ما بتنزل ممكن تبقى اريديوسبل فروم ذا ستارت، يعني نزلت ما ترجعش تاني اريديوسبل. وانتوا عارفين اريديوسبيليتي بتاعت الهيرنيا از ا سيريس ساين، لان وراها مين؟ سترانجليشن على طول. النمره واحد شود بي تريتد ارجنتلي. فيمورال هيرنيا لازم اشيلها، لازم افتحها وارجعها تاني واعمل لها عمليه، لانها تيز ارجنت، لانها بتبقى اريديوسبل فروم ذا ستارت. ثانيا الجيمبرناس ليجمنت ده او اللاكنر ليجمنت ده هوت بيسموه جيمبرناس ليجمنت. ليه شارب ايدج؟ دي بتخنق النيك اوف ذا ساك، عشان كده ات از وان اوف ذا كومنست، ات از ذا كومنست هيرنيا تو بي سترانجليت. اكتر هنا يحصلها سترانجليشن، عشان كده فيري سيريس وارجنت اوبريشن، وتعمل لي ماس في الانجوينال ريجون. كاركترستيك ليها اللي تفرقها عن الاوبليك هيرنيا، الاوبليك هيرنيا اباف الانجوانا ليجمنت، دي تحت الانجوانا ليجمنت النمره واحد. النيك بتاعتها بلو اند لاترال تو ذا بيبك تيوبركل. النيك اوف ذا ساك ات لايز بلو اند لاترال تو ذا بيبك تيوبركل. لكن الاوبليك ده هيت الهرنيا هنا بتيجي نازله كده اهو اباف اند ميديال تو ذا بيوبيك تيوبركل. وده الفرق الرهيب ما بين الاثنين، وده الفرق الرهيب ما بين الاثنين. مش هكتر عن كده عشان ايه الوقت. ادي الانتيريور ابدومينال وول اهو، وادي الامبليكس اهي، وادي ذا فويد بروسيس. في هيرنيا بتطلع اراوند ذا امبليكس مش من الامبليكس، يوجوالي في اللينيا البا، يا اما اباف الامبليكس في اللينيا البا، يا اما بلو الامبليكس في اللينيا البا. هذه الهيرنيا ده هي كومن وعارفينها، اللي هي مين؟ البارا امبليكال هيرنيا. البارا امبليكال هيرنيا دي الادلت هيرنيا، لانها بتيجي في الادلت. ابص الاقي واحده ويوجوالي فاتي ومالتبرس، وابص الاقي بشكل من ماس اراوند امبليكس، يا اما اباف الامبليكس يا اما بلو مع ديسفيجر من تحت الامبليكس. دي البارا امبليكال هيرنيا، وطالعه من اللينيا قلبة، الفتحه بتاعتها في لينيا قلبة. لينيا قلبة ده فايبرس تيشو قوي جدا، عشان كده هذه الهيرنيا اولسو از مور لابل كمان للسترانجليشن. عشان كده لو لقيتها لازم اعملها، لانها هتتعمل هتتعمل، يعني حتى انها تسيبها 10 سنين هتلاقي النيك بتاعتها قفلت، وقفلت عليها وعملت سترانجوليتد هيرنيا، وتعملها غصب عنها، ويكون سنها كبر، ويكون يعني مشاكلها كترت كمان. فالبرامبلاكا